كابتن هاني، بعد ماتش البايرن اللي فات اعتقد ان الرهبه والخوف في اللعب مع الكبار يعني زالوا من اللعيبه، وخصوصا ان انت بتلعب، طبعا بتلعب مع فريق محترم النهارده وفريق صعب برضه، ولكن مش بقوه البايرن، وانت لعبت مع البايرن وقدرت في بعض الاوقات انك انت يعني تمسك نفسك وتقف على رجليك كويس. اللعيبه ادت المباراه بمجهود كويس جدا، يمكن احنا كان املنا في ان هم يعني يبقى احسن من كده. نفسنا بدايه الشوط الثاني تبقى بدايه المباراه بالزبط. يعني الرهبه راحت شويه بالزبط. ودايما لو اتكلمنا تكتيكيا وفنيا كل الناس بتتكلم على المستوى الفني، طب موسيماني ما لعبش ده ليه، ده كل دوت في اطار انك بتناقش انك بتلاعب فريق كبير جدا، احسن فرقه في العالم. مظبوط. وبالتالي موسيماني مظلوم بشكل كبير في عمليه يعني عمليه الانتقاد الكبير جدا، لان الفروقات كانت باينه في الملعب، الفروقات على مستوى، ما بتكلمش على فروقات ما بين البايرن والاهلي، بنتكلم على فروقات ما بين الكره الاوروبيه والكره حتى الافريقيه والمصريه. مظبوط. فروقات بانت بشكل واضح وبشكل كبير. علشان نطور دوت وعلشان نعمل نقرب المسافات، اعتقد واجب خلاص اسم النادي الاهلي كبير، واجب على النادي الاهلي واداره النادي الاهلي ان على الاقل كل سنه على الاقل ماتشين مع فرق اوروبيه بنقرب المستويات، الاحتكاك ده مهم جدا. فاكر احنا كنا زمان لما بنيجي نعمل فترات الاعداد ما بنبقاش يعني ما بنلعبش مع فرق بمستوى البايرن، ولكن كنا بنطلع بره، نطلع المانيا، نطلع رومانيا، صحيح. نطلع انجلترا ونعمل فترات الاعداد، وبنختمها دايما بمثلا ماتشين ثلاثه، الماتش نفسه بيبقى اقوى شويه صحيح. من الفرق اللي بنلعبها في الاول. مزبوط. ممكن ده يحصل مره ثانيه، النادي الاهلي يخش يحتك مع مدارس كرويه مختلفه كل سنه زي ما حضرتك قلت، ماتشين ثلاثه يلعب في دورات بره. اسم النادي الاهلي على مستوى الماركتنج، على مستوى وجوده على الساحه العالميه، يسمح له ان هو على الاقل يعمل مباراتين في السنه، او مباراه نخلي مباراتين في السنه مع فرق كبيره. اولا الاحتكاك الاوروبي دوت اعتقد مهم جدا جدا، مش للنادي الاهلي، للكره المصريه بشكل عام، المنتخب المصري كمان يا كابتن. يعني خلينا نتكلم على مستوى المنتخبات، ممكن هنروح ونيجي على مستوى الانديه، الفروقات واضحه بشكل كبير، وده راجع لمستوى الدوري، الدوري الالماني، ده راجع لمستوى الاحتكاك على مستوى الشامبيونز ليج، فكل دوت بان من خلال مباراه النادي الاهلي وبايرن ميونخ. ننسى الموضوع، احنا فخورين ودايما فخورين بلاعبتنا وادارتنا، احنا يعني قلت كفايه ان احنا بنناقش مواقف دفاعيه ومواقف هجوميه للنادي الاهلي مع احسن فريق في العالم. خلينا نتكلم على مباراه النهارده، مباراه النهارده مباراه مهمه جدا، اعتقد هتبقى مباراه صعبه، لان احنا كمان بقى احنا كنا بنتكلم مباراه البايرن ما عندناش ضغوط، لا الضغوط موجوده دلوقتي على لعيبه النادي الاهلي. مظبوط. مطالبه بشكل كبير جدا ان شاء الله تكون على منصه التتويج، تكرار انجاز 2006، برضو ده من طموح وكل جماهير النادي الاهلي بتحلم بهذا الطموح، بعد الخساره من البايرن كل الناس بتتكلم على الميداليه، فده هيضع شويه ضغوط على اللعيبه، لكن على المستوى الفني اكيد بالميراس مش بقوه البايرن، هنلاقي مساحات نتحرك فيها. اتمنى الجزء السلبي اللي كان في مباراه البايرن ان هو النادي الاهلي ما عرفش يتعامل مع الضغط العالي، انت عارف النادي الاهلي دايما مباراته في الدوري حتى في البطولات الافريقيه ما كانش فرقه بتعمل الضغط العالي، حتى مزبوط. الوداد، حتى بنتكلم على مباراه الزمالك، الضغط العالي بدا عندنا مشكله انه الحل مش موجود، تحضير، فان شاء الله تحضير، وانك ازاي تطلع بالكوره وانت بتلعب فرقه بتضغط بشكل عالي. فالنهارده مباراه مختلفه، كابتن علاء اتكلم على اختلاف المدارس، انت عارف المهاره والسرعه في الكره البرازيليه، بتتكلم كمان على مستوى الخبرات الكبيره جدا لعيبه البايرن مش موجوده في فرقه بالميرام، لكن فريق تقيل، فريق عنده طموح كبير جدا، فريق ادى مباراه طبعا النهائي امام سانتوس بشكل اكتر من رائع، كان طبعا مفاجاه انه يفوز، فالمفاجاه دي بتدي له طموح كمان على المستوى التتويج، وطبعا نفسه يوصل للبرونزيه، فعايزين نقول المباراه صعبه، لكن اعتقد النادي الاهلي النهارده من خبرات ما خدها من مباراه البايرن على المستوى الفني وعلى المستوى البدني وعلى مستوى عدم الخوف وعدم الرهبه، وان انت تحط الريتم بتاعك مهما كنت بتلاعب فريق كبير، فدي كلها ان شاء الله نشوفها من خلال ال90 دقيقه النهارده باذن الله.